اتوبيس المدرسه فات. يعني انت هتركبي يا بنتي؟ خلاص اهو. خدي هاتي يا ام سهير. في ايه؟ سرعتنا. ايه ده؟ في حد يا راجل شق رقعه الصبح بدق الكشري؟ ايه بس صبح 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 الفل. لا يا اخويا انا مش لاقي معدتش. يا شيخ خدي لك بق، خدي لك بق ومكاكي كده وطلعي مناخيرك. يا راجل انت لاقي مصارينك في الشارع يا ولية يا مستأخرة؟ بقى انت بتشتغلي في استباليا؟ عارفه الشطه دي؟ دي تصنفر زورك وتجلي صدرك وتمنع عن معدتك العته والصراصير. خدي خدي. يا صباح الفل. اهلا اهلا يا عروستنا، دي السنجاويتش. خدي خدي دي. يا سلام يا ما نفسي كده ادندش لك عربيه الكشري ومفرحك بالورد والتمر حنه واتاريك الكهرباء وازفك انت وعريسك كده بصينيه كشري. طب ما تكسبنيش بقى وتاخرني. سعيد مع السلامه. مع السلامه. يا سلام ام سهير. فاكره اول ما اتجوزنا سهير دي كانت قد ايه؟ كانت يا دوبك لسه قد ربعه العد. ايه كشري. يا صباح الخير يا جميل. بس لو المعلم يوافق انا كنت اعمل اللي ما يعمل. صباح الخير يا سلطان الكشري. وريها دي انت. اما انا بقى سلطان مراتي تبقى ايه؟ سلطانيه؟ بقول يا معلم. لا ولا. هتقول لي بقول ايه يا معلمي؟ هقول لك ايه؟ هتقول اطلب مني طلب هقول لك لا لا بلا. انا خدتها من قصيره وقلت لك لا. سبحان الله، انت عارف انا حاطه منك ايه؟ سهير. اوي ويك يا اخي. ليه بس يا معلم؟ ده انا خلاص دخلت محو الامنيه وكلها شهر ولا اتنين وحتى في الجامع. ولا ده حوش. نعم. بقى يصح يبقى قدامك طبق كشري محوج ومسقسق بميه الدقه، وتيجي والعياذ بالله تقوم دالق على وشه كوز عسل اسود. ياه ده حتى يموع النفس يا راجل. اهي سهير بقى طبق الكشري المحوج وانت الكوز. يلا يا خالي انا اتاخرت. في صباح الخير. دقيقه واحده اجيب مفاتيح العربيه. الله انت لسه يا ميرفت. ايوه يا ماما. صباح الخير يا عصام. صباح النور. مفتاح الشقه اهو. مع السلامه. باي باي. الحمد لله جت سليمة. أنا اسمي هنوصلك. متشكرة. يا وسط عبده خد الأنسة جنبك عشان نوصلها. ها أهي بقت رسمي. عم رئيس نيابة. اتفضلي. بتدوري على حاجة؟ ولا حاجة. ولا ده؟ متشكرة. العفو. اتفضل. لا ميرسي. اتفضل. متشكر يا بنتي. ياخد. متشكر. حسن أنا يمكن أتأخر في التحقيق في المستشفى. حاضر يا عم. بس مدرسة اللي جاية.
بس لو سمحت. بقك ده يا بنت؟ اسفه يا ابله. ايه اللي في بقك ده؟ جمعه ما اكلتش، عامله جيم يا ابله. صباح الخير. صباح النور. اقفلي الباب. حاضر. سهير تعالي هنا. نعم. ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ لمي شعرك وشيل الورده اللي في الجونيلا دي. خلاص لميت شعري. بقول لك شيلي الورده بلاش مسخره. حاضر هشيلها بس مش دلوقتي، في البيت. شيلي الورده بلاش دلع. سهير بيفوتي عليا في المكتب بعد الحصة ما تخلص. حاضر. اتفضل من هنا. تسمع حالة المصاب باستجوابه؟ طبعا، عشان كده احنا استدعينا النيابة. يا محمود. الدكتورة اللي جه حامل في شهرين. متأكدة؟ لازم نتجوز بسرعة يا محمود. ايه سكت ليه؟ تفيدة، انا اتعينت وكيل نيابة هنا و وماله؟ اعيش معاك ان شاء الله في اخر الدنيا. اول ما اوصل هراتب نفسي واجيبك. انا خايفة يا محمود، اوعى تسيبني. أنا بعت أهلي علشانك، ما أقدرش أرجع لهم. أنت خايفة من إيه؟ إحنا متجوزين. لا لا لا، ده جواز عرفي من غير مأذون. الورقة دي ملهاش قيمة عند الناس. حاضر، أول ما استقر هبعت أجيبك ونجيب المأذون ونعمل الفرح. فرحة في ايه يا سيدة؟ شوفي شغلك.
اوعي تكوني زعلانه مني. لا ابدا، ما حصلش حاجه يا ابله. خلاص انا هفصل لك جيبه على حسابي عشان ضميري يبقى مستريح. لا ارجوكي، انا نسيت الموضوع ده خالص. متشكره، عن اذنك. خلي عصام وسط، تعال اوصلك. معلش هروح بالمترو. والله هزعل منك. يا ميرفت ما يصحش. معلش احسن اعطلكم. اتفضلي بقى ما يصحش. خشي خشي. الله. خد بالك من الطريق يا خالي. انا واخد بالي اهو. خليك يا شهير هوصلني. معلش هكمل بأوتوبيس. ودي تيجي برضو. اطمني خلي خاطر. باي. باي باي. كانت الشنطة مضايقاكي هاتيها نحطها ورا. هاتي بس. مش مضايقاني. انت لسه خايفة مني؟ وخاف منك ليه؟ امال زنقة نفسك جنب الباب ليه؟ عشان تعرف تسوق. الباب ما اتقفلش كويس. اوعى. سيبه هقفله. خوافة قوي. من فضلك انا هنزل المصري الجاي. البيت اهو. متشكرة قوي، عن اذنك. بس لازم اشوفك. أنيسة سهير؟ أهلا، اتفضل. أهلا أنيسة سهير. أهلا. أنتِ ساكنة هنا؟ لا، بزور جماعة قرايبي. في أنهي دور؟ في الأخراني. الله، دي فيلا الأستاذ محمود حسن، أنتِ تقربي له؟ طبعاً، ده خالي. غريبة. ليه؟ على كده بقى تعرفي ابن اخوه حسن. طبعا. ايه رأيك فيه؟ شاب لطيف ظريف ودمه خفيف. متشكر، متشكر قوي. على ايه؟ متشكر على ايه؟ اتفضلي. عن اذنك. انت رايح فين؟ داخل بيت عمي خالك الاستاذ محمود حسن. هو يبقى خالك عمي؟ يا خرابي. ما انا حسن. تعالي تعالي بس تعالي. انا حسن. أنيسة سهير ثانية واحدة. أنيسة سهير. أنيسة سهير. أنيسة سهير. لو سمحت ثانية واحدة. افندم مش خلاص عرفت ان انا كذاب؟ عايز ايه تاني؟ عايز اعرف. تعرف؟ عايز تعرف انا مين وكذبت ليه؟ انا بنت فقيره وساكنه في بدرون تحت الارض. خال واحده صاحبتي حب يوصلني، ما حبيتش احرج نفسي قدامه. دخلت العماره لحد ما يمشي.
قمت طلعت لي انت زي العفريت. خلاص عرفت؟ عن اسم الاسم سهير محمود ابو علي، السن 78 سنة. كذاب، 18 سنة بس. امال ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي ادك الكارنيه بتاعك؟ وقع منك الصبح في العربية. هات الكارنيه. يوه، انت هتلعب معايا؟ انا بقى انا انا حسن ابراهيم حسن، ليسانس حقوق تقدير جيد جدا، وعايز تاخد مني ميعاد عشان تقابلني وانا مش موافقة. انا مطلبتش قبل. ما هم الأغنية اللي متشيكين اللي زيك ما راهمش حاجة غير معاكسة البنات. لا، إذا كان اللبس هو اللي مخوفك مني أهو. يا خرابي. استني، جاكيتة. جاكيتة. لكن إزاي بتقدري تذاكري وتنجحي وأنت عايشة في جو بالشكل ده؟ قولي لأ، أنا مصممة إني أنجح بتفوق وأدخل كلية الطب. ياه، مرة واحدة؟ عمر الفقر ما واقف قدام طموح انسان. سهير، انا سعيد اني عرفتك. بس اوعى تقولي قبلك تاني. انا ما قلتش. يبقى انا فهمت غلط. لا، انت نبيهة قوي وعمرك ما تغلطي. ما تيجي نقعد هنا؟ هنا؟ دي أول مرة أخش فيها نادي. يا روحي. إيه ده يا معلم؟ كترتي الدقة كده ليه؟ كولي تغذي، خلي الدقة ترم جتتك. أيوة، إحنا بتوع الجتت. بقول يا معلم. أيوة عارف، عاوز تتجوز. يا أخويا اتنيل، إدك نفس. سعيدة يا ماما؟ بنتي حبيبتي. يا ماما بتعيطي ليه؟ يا سلام يا سهير، يا سلام لو كان ابوكي شافك دلوقتي. ايه اللي خلاكي تفكري في بابا؟ انتي مش قلتي انه مات؟ الله يرحمه بقى. سهير، انا نفسي اشوفك اسعد بنت في الدنيا. انا سعيدة يا ماما. اوعي تفتكري ان في واحدة احسن منك، انتي احسن منهم كلهم. انتي ليه بتقولي لي كده؟ ولا حاجة. انت مش عايزة تساعدي سهير من غير ما تجرحي شعورها؟ ايوه. يبقى ما فيش غير انك توزعي جوائز في حفلة نص السنة. مش فاهمة. جايزة سهير تبقى الفساتين اللي انت عايزة تديها لها. والله فكرة. Thank you.
سهير؟ في ايه يا سهير؟ مالك يا سهير؟ انتهي يا بلانيه. ميرفت، عن اذنك تفضلي. نعم يا ابلة. مين الشاب اللي كان حاطط ايده على كتفك ده؟ ده خالي عصام يا ابلة، خالي. ايوه اعرفك على ابلة ناهد. تشرفنا يا فندم. ميرفت بتحبك قوي، تملي تتكلم عنك. متشكرة. عفو. ابلة ناهد دي ممتازة قوي. خالي بعدين خطبها الاستاذ حازم يشوفك. مالك يا سهير؟ ولا حاجة يا ابلة، شوية تعب بسيط. اجيب لك دكتور؟ على ايه؟ انا خلاص بقيت كويسة. طب يلا يا بنات، يلا عشان حوزع الجوائز. ميرفت سعيد لتفوقها في مادة الجغرافيا. سميحة محمد لتفوقها في مادة الرياضة. ليلى حسن لتفوقها في مادة التاريخ. سهير محمود أبو علي. لتفوقها في جميع المواد والرأس التوقيعي والنشاط المدرسي. ماما حلو حلو قوي، ألف مبروك. ربنا يسعدك ويهنيكي كمان وكمان يا سهير يا بنتي. متشكرة يا ماما، مش هتأخر. طيب باي باي. هات يا حسن. قولي يا حسن، انا قلت لك اني بحبك. ابدا. مش كنت تسالني؟ الحقيقه انا كنت متردد. ودلوقتي اقدر اعرف بتحبيني ولا لا؟ تفتكر ايه؟ انا بحبك. واعتقد انك بتحبيني، مش كده؟ ايه؟ ما اقدرش اقولك. ليه؟ مش لما اتاكد من حبك الاول؟ بس كده؟ طب يلا بينا. على فين؟ تعالي بس. على فين يا حسن؟ تعالي. اخ تعالي يا حسن، تعالي. وناوي تتجوزها يا حسن؟ ايوه يا عم. بابا بيشتغل ايه يا سهير؟ جوز والدتي بيشتغل في الحبوب. حبوب؟ ايوه حبوب، عدس ورز. تاجر غلال يعني، عنده مكتب استيراد وتصدير. هو بيشتريها وبيوزعها. ومكتبه فين؟ في الشوارع كلها. مش فاهم. عنده عربية كشري بيلف بيها. صحيح الكلام ده يا حسن؟ هي دي الحقيقة. مستحيل، مش قادر اصدق ان غريبة، مش قادر تصدق الحقيقة. ما كنتش هفتكر أبدا إنك تتجوز واحدة من الوسط ده. سهير استنيني. أنت استعجلت يا حسن، وأنا ما كانش لازم أجي هنا. سهير. حسن تعال، مش أنت اللي تتجوز بنت من بنات الحواري. أرجوك يا عم كفاية. سهير سهير انا اسف، انا اللي حطيتك في الموقف ده. ابدا يا حسن، عمك عنده حق في كل اللي قاله. انا لسه قدامي المشوار طويل عشان اوصل لك. ما تقوليش كده سهير، انا اخترتك ولا يمكن اسيبك، وانا مش ممكن اكون السبب في بعدك عن عمك.
انا ابعد عن الدنيا كلها بس ابقى جنبك يا حبيبي يا حسن. ودلوقتي لازم تحدي لي ميعاد مع عم مدبولي عشان اجي ازوركم واكل طبق كشري. بس الدقة حامية عليك. عشان خاطرك استحمل كل حاجة. اشوفك بعد بكرة؟ طبعا. مش اللي وصلت دي سهير؟ يا نور النبي بقول يا معلم مش ممكن. اسمعني بس يا معلمي. يا اخويا اتنقيت. ما هوش كلام ده والله. انت بنت سهير؟ لا. انت بنت انت؟ تجيب الهدوم دي منين؟ انطقي لك اكتر رقبتك. يا اخويا ده انا سرعت البيت ده فستان من جوائز المدرسه. جوائز ايه؟ يوم تجيني لابسه جزمه المطافي واسالك تقولي لي دي هديه من واحده صاحبتي والنهارده جايه لابسه لي فستان الافرامكه وعايزاني اصدق انه جايزه من المدرسه؟ يا مدرسه ولا سابع خير؟ والله البوت هديه من ميرفت والفساتين جايزه من المدرسه. انت هتحميني يا بت؟ الكلام ده تقوليه لامك من بكره الصبح انا وانت والمدرسه. الجوائز قال ما داهيه انت كمان تجيبي لي جايزه بكره من الاستباليه. انا راجل كشري. كان لازم تصدق سهير يا معلم. عدم المؤاخذه يا استهانم، بنات الحرام ما خلوش لبنات الحلال حاجه. بس لازم يكون بينك وبين سهير ثقه اكبر من كده. الثقه موجوده، احنا بتوع الثقه يا استهانم، بس برضه الاستحياط واجب، ماذا والا يحصل الذي منه. لا مفيش داعي للتفكير ده يا معلم. قلت لك دي جوائز. خلاص علم. بقول ايه؟ افندم. الا المدرسه بتاعتكم ما بتقبلش تلاميذ حالاتي. ما كانش يتعز يا معلم. خش ما تنسيش تقولي له. سيده يا ابرا هتيجي حفله عيد ميلادي النهارده؟ طبعا يا ميرف. وانت يا سهير؟ طبعا هتيجي اذا كان بابا مدبولي يوافق. حفله ايه اللي بتتكلموا عنها دي؟ ده عيد ميلادي يا انكل. لا مؤاخذه يعني ايه عيد ميلادك؟ يعني اليوم اللي اتولدت فيه. يعني انت لا مؤاخذه كل سنه تتولدي مره. لا يا معلم هي بتحب تحتفل بالمناسبة دي كل سنة وبتعزم زميلاتها وأصحابها. والحفلة دي فيها جوائز برضو؟ طبعا. خلاص أبعتلك سهير من نجمة. لا دي هتبقى بالليل. يفتح الله أنا ما عنديش بنات تسهر برا. ده لحد الساعة 10 بس. يعني ترجع البيت بعد أنا ما جرش العربية؟ لا أنا هرجع الساعة 9. إذا كان كده معقول لكن اعملي حسابك 9 ودقيقة مش هدخلك البيت. أنا راجل كشري. ماشي. سلام عليكم. لا مؤاخذة يا أبلة السلام عليكم. وماله ما هنا وهنا واحد. أنا يا أختي مش قد قلبة الدماغ دي. هيبهدلوا لي الشقة وما عنديش اللي ينضفها. قلت أعمل الحفلة في شقة أخويا عصام. كل سنة وأنتِ طيبة. متشكرة يا أبلة. مش بس كنت تقعدي شوية؟ معلش. دي شقة خالي عصام محدش غريب. لا أبداً. بس حازم مستنيني تحت عشان رايحين السينما. متشكرة. مع السلامة يا أبلة. الله يسلمك. نعناع. كل سنة واحنا طيبين. مش أنت طيب. أفتكر ما يصحش تقف بعيد عن خطيبتك. قالوا لي كنت بتدرسي كويس لحفلة في المدرسة، صحيح؟ أه طبعا. اهلا انسة سهير. اهلا بيك. شفتي خطيبتي حلوه ازاي؟ زي القبر. مش احلى من سهير؟ الله مزيكا حلو قوي. طبعا انت مالكيش في الرقصه دي. اسمحي لي برقصها. مفيش داعي تضايقها يا عصام. ضيوف ميرفت ضيوفي ولازم ارحب بيهم. ها ولا ايه؟ اتفضلي. على كيفك. ما تزعليش الرقصه جايه هتكون بتاعتك انت. انا مش زعلانه يا طنط.
عصام. انت عايز تضيع خطيبتك من ايديك، مش هتلاقي اغنى منها. يا اختي دي حفلة تفاريح. انت هتعملي ايه؟ هوريهم الرقص يبقى ازاي. دي تفاريح يا ابله ومحدش واخد باله. طب تعالى معايا كفايه كده. تصالحها حالا دلوقتي. يلا. برافو برافو، انتي كنتي هايله هايله. هشوف حاجه. طب بعدين ثانيه واحده، ثانيه واحده بس يا حالي بيوت. ايه طبعا الرقصه دي من نصيبي انا. شايفه يا طنط عمايله؟ ما تزعليش يا حبيبتي، ده بيحبك. بس هو يحب يجامل الضيوف. هي الساعه كام؟ لا لسه بدري، الساعه 11. 11؟ ده لازم اروح حالي. كل سنه وانت طيبه يا باي. باي باي. اسمعي بس، اسمعي، انا لا يمكن اسيبك تنزلي لوحدك، انا لازم اوصلك. لا متشكره قوي. الله اسمعي. عصام اعمل يا عصام، حالها واخده بالها. وماله؟ ايه؟ انت استغنيت عن فلوسها ولا عن فين ولا ايه؟ ولا يعني لا عندك حق يا اختي، على اذنك. حياتي، روحي، خطيبتي، حبيبتي. حاجة بس. انا ما عنديش بنات تسهر بره نصاص الليالي. قدامي يلا يلا اتفضلي يا معلم، روحي مطرح ما كنت. يلا حرام عليك يا معلم، البنت صغيره هتروحيني الدنيا بالليل. كلمه، انا راجل كشري. يا مدبولة البنت يا اخويا صغيره والليل ملوش امان. يا وليه يا ام عقل ابقيبي، افهمي. هو معقول زهير تهون عليا؟ امال ايه؟ ماشي، بس انا سايبها شويه عشان تحس بغلطتها وبعدين اروح افتح لها. اوعي كده، تعالي يا مامو.
انا قلت مش فادح يعني مش فادح. انا كلمتي واحده، انا راجل كشري. اوعي كده، انا بقول لك انا راجل كشري. مع السلامة. باي باي. متشكرة يا خالة. عقبال كل سنة. قولي وانا عندها لك. انتي هتاخدي برد كده. نشف شعرك وغيري هدومك، هتلاقي عندك في روب في الحمام. ده حاجة كده علشان تدفيكي. اشربي اشربي اشربي. شطرة. من مربط. انا هشوفها لك حالا. Thank you.
على كعاب شارع شارع وحالة حالة إن الليل هاصر لا حس ولا خبر. آه يا آه يا ركبي آه يا مفصل. انت هتقعد يا معلم قوم نبلغ البوليس. يا ولية بلاش فضايح استهدي بالله كده دلوقتي ترجع. روحي سخريني شوية مية دب فيهم رجلي اللي فقفقوا دول. يا كبت يا بنت أنا هدور عليها بنفسي. تعالي هنا رايحة فين؟ تعالي هنا اهو تعالي هنا خليك انت هنا اهو أنا هروح أدور عليها تاني وأمري لله. اثبتي كده. عايزة مرفت فين مرفت مرفت جابني هنا كباب. الله 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 الله. صهير 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 اهدي اهدي مش كده. وطي صوتك انت عاوزه تفضحي نفسك. كل شيء ممكن يتصلح. صلح صلح ازاي؟ صلح ازاي؟ هتجوزك انت. لا مش انت مش انت. صهير صدقيني انا مستعد اكتب لك ورقه دلوقتي. يعني هيبقى جواز بس جواز عرفي. عرفي كل شيء راح راح. مش عايزه تقولي لي كنت بايته فين امبارح يا بنتي؟ كنت عند مرفت عشان يعجبك. مش هو عايز كده؟ ابدا يا بنتي، عمك مدبولي خايف عليك، ده طول الليل يلف في الشوارع زي المجنون. قومي اغسلي وشك عشان تروحي المدرسه. قومي يلا. لا لا. وكان مصير المستعمر الذي اغتصب حقوق مصر الطرد من البلاد، وبدات مصر عهدا جديدا. ودلوقتي اقدر اسال سوير، أنا كنت بقول إيه؟
اغتصاب. اغتصاب ايه؟ مش عارفة، مش عارفة. لو كنت واخدة بالك كنت عرفتي. استني، خلي زمانه جاي. معلش انا هركب المترو. يلا وانا مالي. سهير، سهير، أنا ما تقابلنا وانت سرحانة بتفكري في ايه؟ ارجوكي ما تعذبنيش. حد مزعلك في المدرسة؟ حد مضايقك في البيت؟ لا. امال ايه بس؟ حسن. ها؟ عايزة اقول لك. عاوزة تقولي ايه؟ اتكلمي. احنا لازم نسيب بعض، ما بقيناش ننفع لبعض. انت قابلت عمي؟ لا، احنا بعدنا، بعدنا عن بعض، بعدنا قوي. انا ما انفعكش، ما انفعكش. حسن رايح فين؟ رايح اتمرن عند الاستاذ عبد اللطيف زكي في اسكندريه. يعني هتضيع دورك في النيابه، هتضيع مستقبلك. ارجوك يا عمي اديني فرصه اقرر حاجه لوحدي في حياتي، كفايه اللي حصل. حسن انت لسه صغير، بكره تعرف 100 بنت، حاول تنسى البنت دي. ارجوك يا عمي بلاش تفكرني بالموضوع ده، انا مسافر اسكندريه عشان انساها. مضى أسبوع منذ وعدتني أن تتدبر الأمر. أرجو أن توفي بوعدك ولا تتركني في هذا القلق والعذاب، أرجوك. الله، أنت لسه صاحية؟ بذاكر. لا لا كفاية، يلا عشان تعرفي تصحي بدري. أم زهير تصبح على خير.
صرحة في ايه يا سوير؟ ولا حاجة يا أستاذ. واخدة بالك من الاهتمام زاد قوي؟ اسكتي عشان يسمعك. أنا جاهزة يا أستاذ، آجي. تعال. اتفضل. يلا يا بنات الوقت خلص، هاتوا الكراسات. أخرج أنا بقى؟ يلا. كفايه كده يا سوير. من فضلك اديني الكراسه. كفايه كده، يعني لازم تطلعي الاولى كل مره؟ مستنيه ايه يا ميرفت؟ عشان اديك الكراسه. في حاجه يا سهير؟ لا، حضرتك اخدت الكراسه. مفيش حاجه. ازاي؟ امال الاستاذ حازم كان بيكلمك في ايه جوه؟ ولا حاجه. يلا وقفتي ليه؟ يلا انا جايه معاكي. اهلا انسه سهير، ازيك؟ انا اسمي سهير بس. امرك بلاش كلمه انسه دي مادام بتضايقك. انت ما بتتكلمش ليه يا خالي؟ وانتوا سارحين في ايه؟ اصل سهير زعلانه. من ايه؟ الاستاذ حازم زودها معاها اليومين دول. ميرفت بلاش، وانا مالي. تعالي مكاني. ممكن توصلني؟ طبعا، هو يقدر يقول لا. حاضر، امرك. باي باي. باي باي. انا ما اقدرش استنى اكتر من كده. انت عارفه ظروفي وخطيبتي. خطيبتك اهم من ضحيتك؟ لا يا سي عصام، ده بعدك. انا هقول لها. تعالي يا سهير، انا بكره مسافر اسكندريه افسخ خطوبتي، واول ما ارجع نتجوز. نزلني هنا. بقولك نزلني هنا. انا حاسه لغايه بكره لما اشوف اخرتها. سهير محمود ابو علي. مالها؟ اتفضلي اقري. عصام، انت تعرفي حد بالاسم ده؟ الاسم ده مش غريب عليا، لكن ازاي سهير تعمل كده؟ دي بنت كويسه. المهم هتعمل ايه؟ لازم تعرف غلطتها. ارجوك يا حازم ما تجرحش شعرها قدام زميلتها. طبعا عارف عارف. نار يا حبيبي نار. مالك يا معلم، سرحان في ايه؟ في البنت سهير الغلبانه، كانت قطع لساني ولا طردتهاش. هي مالها يا معلم؟ عينك اللي تتدب فيها رصاصه من يوم ما رقعتها الرمش، وهي لا بتاكل ولا بتشرب ودمعتها على خدها. تكونش بتحبها يا معلم؟ تحب مين يا طور؟ احنا بتوع الكلام ده. انا بقول يعني تكون بتحب العبد الله ومكسوفه تقول لك. بقول ايه؟ دي روح شوف لك قطه تغمضها. هو خالك عصام جه من السفر؟ خالي ما سافرش. يلا. استني يا مرفت.
سهير استنى انا عايز. نعم. واقفه ليه؟ اللي اتقدم. ايه المسخره دي يا نسي؟ كلميني انا الاول، اخر مره اعرف عنك فيها حاجه زي دي. اتفضلي. سهير سهير. عين وصابتك يا بنتي، برضو مش عايزه تروحي المدرسه يا سهير؟ ما اقدرش يا ماما ما اقدرش. لطفك يا رب لطفك. سهير ما جتش النهارده برضو؟ ايوه يا قبله. حد يسال عليها، يمكن تكون تعبانه. هبقى اعدي عليها الصبح وانا جايه يا قبله. صباح الخير يا قبله. جايه متاخره برضو. معلش يا نبي يا قبله، اصل الاتوبيس كان زحمه قوي. الاتوبيس اللي زحمه ولا انت اللي زحماه؟ انا عارفه بقى كلهم بنات. يا بنات. بقى مش ناويه تيجي معايا؟ روحي انت. ليه يا سهير؟ قومي روحي مع صاحبتك. لا يا ماما على كيفك. قولي يا ميرفت. نعم. حد مزعلها في المدرسه؟ مش عارفه يا زنط، هو طول ما الاستاذ حازم ما بيضايقها وهي حالها ملخبط. ميرفت وبعدين بيضايقها؟ بيضايقها ازاي؟ بيأخرها بعد الحصه ما تخلص، وبيقفل عليها باب الفصل، وبيستفرد بيها. لا يا ميرفت ما تقوليش كده. هي حصلت؟ ايه الحكايه سهير؟ ما حصلش حاجه يا ماما، ما حصلش حاجه. ما حصلش حاجه؟ أنا هروح المدرسة تلاقي تعرف. ماما أرجوكي بلاش فضايح. ماما أبدا يا حضرة المنصر، أنا مفيش بيني وبين سهير إلا علاقة الأستاذ بالتلميذة. أمال إيه معنى الكلام اللي قالته ميرفت؟ ميرفت أخذت بالظاهر، لكن الحقيقة. ما تتكلم يا أستاذ. أنا كنت لقيت في كراسة سهير جواب غرامي. جواب غرامي؟ إزاي تقول كده على بنتي؟ أنت كمان عايز تتبلى عليها؟ أنا آسف، دي الحقيقة يا هانم. حقيقة إيه يا أستاذ؟ أنا بنتي وش كده؟ أرجوكي اهدي شوية يا مدام، بالشكل ده مش هنقدر نعرف الحقيقة. اسألوا سهير، دي بنتي كويسة، وأنا واثق إنها هتقول الحقيقة. هتقول ايه بس؟ هي دي حاجه تتقال يا استاذ؟ يا مصيبتي يا مصيبتي. حق لو جوزي عرف دي ما تكفهوش المدرسه بحالها. اتفضل انت يا استاذ حازم. استريحي يا مدام. هي فضحتي؟ اهدي وش فين من مدبولي. حازم. ايه اللي حصل يا حازم؟ فاكره الجواب اللي كنت لقيته في كراسه سوير؟ ايوه اللي كانت بعتاه لواحد اسمه عصام. انا افتكرته، لازم هو خال ميرفت اللي كان معاها في الحفل. لكن ام سهير بتتهمك ليه؟ بتقول ميرفت قالت لها كده. غريبه، انا لازم اشوف سهير واعرف منها الحقيقه. لا انا مش ممكن اسكت، انا هبلغ البوليس. لازم ابلغ بوليس النجده. اه يا ست ام سهير، دي سمعه المدرسه، واحنا مش ممكن نتهاون في الموضوع ده ابدا. ارجوك يا مدام، لازم نسمع كلام سهير الاول. أنسة ناهد مدرسة سهير. عاجبك يا استهانم؟ يصح اللي حصل ده يحصل يعني؟ ما حصلش حاجة يا مدام. تسمحي نروح نسأل سهير الأول؟ عن إذنك يا حضرة النظرة، أنا هروح معاها وأقنع سهير بإنها تيجي. أيوة تيجي، لازم تيجي. عن إذنك. سهير سهير سهير، انت فين يا حبيبتي؟ سهير سهير سهير. البت هربت، خافت من فضيحة. هدي نفسك سهير، انا هدور لك عليها. هتدور عليها فين؟ يا خوفي تكون عملت في نفسها حاجة.
اطمني، انا عارفه حلاقيها فين. سهير تقدر تقولي بتهرب مني ليه؟ تعالي هنا، انت جاي تعملي فضيحه؟ يا سمره في مشكله، لازم تيجي معايا المدرسه دلوقتي حالا، الاستاذ حازم هيروح في داهيه. اتجننتي؟ اتجننت؟ شوف لما اقول لك يا تنزل معايا دلوقتي حالا يا حنزل انا من هنا على البوليس، وهخلي خطيبتك والناس يعرفوا حقيقتك جبان ونجل، انا هوديك في داهيه. مين هيخرجك من هنا؟ مين اللي هيسيبك تنزلي؟ انت اتجننت؟ مربك يا مربك. بس 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 والمرفت ووالدتها والشهود كلها ضدك. هما قالوا اللي شافوه، لكن الحقيقة أنا دخلت لقيت السكينة بظهره. وبصماتك اللي لقيناها على مقبض السكينة، إيه رأيك فيها؟ أنا حاولت أطلع السكينة من ظهره. عندك أقوال أخرى؟ أنا رحت عشان أدور على سهير. هنشوف كل ده، وأقفل المحضر على ذلك، وأمرنا بحبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيق. الو الاستاذ
حسن من فضلك. لا يا فندم، الأستاذ حسن مش موجود، سافر اسكندرية بيتمرن في مكتب الأستاذ عبد اللطيف زاكي المحامي. العنوان ايه من فضلك؟ ايوه متشكر قوي. كفايه قهوه يا معلم، سهير مش راح ترجع، خد افطر. سيبني في حالي بقى، انا السبب في كل اللي حصل. الله الله، مش حاسب يا معلم. بقول ايه يا معلم؟ عاوز تقول ايه تاني؟ سهير ايه؟ فين؟ حتى شوف فين؟ اللي في الفنجان اللي لابسه البلوزه الحمراء. ايه ده؟ انا مش شايف غير بن في بن. غير ايه يا معلم؟ هو في بن ابيض؟ حل عني بقى احسن اخلي نهار ابوك ازرق. مش لحظة واحدة سهير، احنا لازم نتجوز دلوقتي. لا لا، بلاش بلاش. سهير ازاي بتحبيني ومش عايزة تتجوزيني؟ عشان بحبك، عشان بحبك. انا مش فاهم حاجة. تفتكر اني هندم على الجواز مني؟ صدقيني صدقيني، احنا لازم نتجوز، لازم نتجوز. عصام ابني يا ولد.
راجل هنا، ايه هسيبك تنزلي؟ مالبك يا مالبك، بس بس وقالت ميرفت ميرفن يا غبي وقالت ميرفن يا غبي ان خالها القتيل كان يعرف المتهمه ناهد وزميلتها سهير. بس لقيتها يا معلم. ايه ميرفت هي اللي هتقول لنا سهير راحت فين؟ اشمعنى؟ ما دام صاحبتها تعرف مطرحها. واحنا هنتلم على حشمه دي منين؟ ميرفت عنوانها مكتوب في الجرنال اهو. يلا بينا. خليني وراك لما اشوف اخرتها. لا خليك قدام. صح. انت متأكد ان هو ده بيت نيرفم؟ ايوه يا معلم. طب يلا غليل الحياة. انت يا اخينا عاوز انت وهو. مش لا مؤاخذة ده بيت الست ميرفن؟ مين ميرفن؟ اللي قتلت خالها. لا قصده اللي قتلت خالها. انت تعرفوا القتيل؟ ايوه ايوه. لا ابدا مظبوط. صح. امال جايين تحوموا حوالين عمارة القتيل ليه؟ يا نهار اسود، هو ده بيت القتيل؟ يا نهار اسود، انا بالي بس عاوز تلبسنا توبة، عايز تودينا في داهية يا فالح. يلا استنى انت وهو قدامي. على فين؟ على ايه؟ واجع في بطنك. تعالي يا حسن. ايه ده؟ انت ما لبستيش لسه؟ ها؟ هلبس دلوقتي. انت ايدك ساعة قوي. مالك يا سهير؟ شايف شرطك المهببه يا فالح؟ ادي احنا اتحبسنا. عاجبك كده؟ قول بالي بس يا معلم. حقش حسنين ومدبولي طلباني. قصدك المعلم مدبولي الترباني. افراج. مفيش افراج، مش خارج. ليه بس يا معلم؟ ازاي يا شاويش تكتبوا اسم الواد حقشه ده قبل اسمي؟ ده مهما طلع ولا نزل المرمطون بتاعي. معلش يا معلم، معلش معلش، حكومه وغلطت. ايه اللي غلط؟ وهو قد وشي فين من الناس انا؟ طب وربنا ما انا خارج لما تكتبوا اسمي في صفيحه لوحديها. طبعا اذنك بقى يا معلم. وكمان عاوز تخرج قبل مني؟ عارف تاني مره تستقرق فنجال تفتح الفرنان هفتح دفوخ. هي محتاجة لرعاية كتير ولازم تتلاقي المستشفى. حاضر هشوفك. المهم انها ما تعرفش ان حياتها في خطر عشان ما تفكرش كتير وبعدين تتعب اكتر. مع السلامة. الله يسلمك. أنا
مش عايزة أعطلك عن شغلك، أنا عايزة أروح المستشفى بس عند مصر. ما تقوليش كده، أنا هتصرف. دي حاجة بسيطة. أنا عايز 200 جنيه عشان تتجوز البنت إياها. أرجوك يا عمي اتكلم عنها كويس، أنا بحترم أسلوبها في الحياة. لو كانت بنت محترمة ما كانتش هربت من الشهادة في قضية عصام. سهير ما هربتش، سهير مريضة في مستشفى النصر. يبقى واجبي اسمع اقوالها قبل المرافعه النهارده. بنتي بناي. الف سلامه سهير، ولو اني زعلان منك. يا ريت اللي فيك يجي فيا يا روايط. سامحيني يا ماما، سامحني يا عم مدبولي، اوعى تكون زعلان مني. الله يقطع مدبولي وسنين مدبولي واللي جابه مدبولي. بس يا عمي ده عيانه، وأي صدمة يمكن تقضي عليها. ده واجبي ولازم أقضيه. والإنسانية والرحمة. ألو، اديني حسين كاتب التحقيق. اسمع، اسبقني على مستشفى النصر. اسمع يا حسن، إذا كنت عايز تنجح في حياتك ما تخليش عواطفك تتغلب على واجبك وعملك. راح فين؟ معرفش، كان في سريرها الصبح. إذ أن شهادة سهير لن تدفع للمتهمة تهمة القتل بعد وضوح بصماتها على مقبض السكين. هذا بالإضافة إلى شهادة مربت وباقي الشهود. الدفاع يريد أن يعطي أهمية لشهادة فتاة وضيعة لطخ التحقيق بالعار. الدفاع مصمم على طلب التأجيل لسماع شهادة الشاهد. مش ممكن، الشهادة مش موجودة. إن إصرارنا على التمسك بشهادة سهير له ما يبرره قانونا. أنا سهير. أنا سهير محمود أبو علي. تعرفي إيه يا سهير عن حادثة قتل عصام؟ عصام اعتدى علي ورفض يصلح غلطته، هددته اني هبلغ البوليس، حاول يقتلني، حاولت ادافع عن نفسي، ضربته بسكينه ومات قبل نهب مظلومه. والاستاذ حازم ماله الذنب؟ سهير سهير سهير، رفعت الجلسة.
نحن محمود حسن رئيس النيابة نأمر بالقبض على في واحدة ست عايزة تقابل سيادتك يا فندم. أفندم فاكرني يا محمود بيه؟ تفيدة؟ أيوة تفيدة، تفيدة اللي هربت من أهلها عشان خاطرك وسبتها. مش ممكن. كل شيء ممكن. أنا قصدك في خدمة. عايزة إيه؟ قولي. بترجاك بخصوص القضية اللي كنت بتتكلم فيها النهاردة. قضية البنت المجرمة اللي قتلت عشيقها؟ هتبقى انت والزمن عليها تبت غلبانة. ارجوك انا ما قبلش الرجاء في عملي. بنت دي مجرمة ولازم تاخد جزاء. حتى لو كانت بنتك. بنتي؟ مش ده عقد الجواز العرفي اللي كان بينا؟ عارف عارف. طبعا الورقة دي مش مهمة بالنسبة لك دلوقتي، يمكن دي تهمك. سهير محمود ابو علي. مين ابو علي ده؟ سيادتك. اصل الناس الغلابه اللي زينا بيقول ابو علي. أنا أمر بالقبض على ابنتي سهير محمود حسن. السيد النائب العام، أتقدم باستقالتي كمان. عرفت انا ليه ما كنتش عايزه اتجوزك؟ كان لازم تقولي لي، كان لازم اعرف. مش عايزه افارق الدنيا من غير ما اشوف ابتسامتك الحلوه. مش ممكن، مش ممكن. انت هتعيشي. ايوه وهنتجوز. انت مالكيش ذنب في كل اللي حصل. لا يا حسن، انا دخلت الدنيا غلط وخروجي هو اللي صح. بلاش دموعك عشان تعرف تشوفني كويس. تعرف انك هتبقى اجمل حبيب فقد حبيبته. خدني في صدرك يا حسن. سهير يا
بنتي سهير حبيبتي.